مثلا تقوم في احد الايام تقول انا احس اني اليوم حزين، بعدين تنزل وتتكلم مع اهلك تقول اليوم انا احس اني حزين، بعدين تكتب تغريده في تويتر حزينه او رتويت لتغريده حزينه، بعدين تسمع اغنيه حزينه، بعدين تنام ويجي بكره تتكلم مع اصدقائك تقول انا امس كنت حزين، بعدين تشوف فيلم حزين، بعدين تتذكر اشياء حزينه، تبدا تكرر بهذا الشكل لين يقتنع عقلك الباطن انك حزين ويبدا يدخلك في دوامات حزن غير منتهيه. فاذا كررت انك حزين ستصبح حزين، واذا كررت انك ثري ستصبح ثري، وان كررت انك فقير عاجز لا تستطيع ان تحقق هذا الشيء أو ذاك الشيء، فعلا ستصبح فقير وعاجز ولن تحقق هذا الشيء أو ذاك الشيء. فلذلك حاول تستخدم أسلوب التكرار عشان تؤثر على عقلك الباطن، ولا تكرر جملة سلبية، كرر جملة إيجابية. مثلا لا تقول أنا ماني حزين، لا قل أنا سعيد، أنا مبتهج، أنا بخير، أنا بنعمة، الحياة جميلة، حياتي جميلة، المستقبل اللي راح أعيشه جميل. كرر الجمل الإيجابية.